كان عدم موافقة بنفسه الاجتماع. الأمير نواف يقول لك كان نفس ابن المدرب كان له بعض اللعيبة من الحبايب. أيوة لعب هذا وينزل هذا. أيوة يعني ما جاء كده. عرف الإدارة عرفت إنه فيه في جوانب سلمية. صحيح. خالد قاضي. طيب خالد قاضي تفضل. طيب. شوف أنا عندي رؤية شخصية، كلمة مدرب يحقق بطولات لفريق أو انتخابات أنا أصلا عندي عقدة من حكاية مدرب عالمي، وأنا أتكلم بالأدلة والبراهين وبالأمثلة الحية. سكولاري 2002 حقق كأس العالم، لما تغيروا نوعية اللاعبين خسر في أرضه 2014 خسارة مذلة 7 أمام ألمانيا، هو نفس المدرب. فالهلال، الأهلي، الاتحاد، الشباب، كل الأندية الكبيرة والنصر هم من يصنع مدربين. لما كان ماجد عبد الله كان الهلال، الاتحاد في سنة من السنوات يذكر عدنان حقق كأس آسيا لما كان حمزة ومحمد نور والمجموعة الذهبية والأجانب على مستوى الاتحاد، أعتقد حقق كأس آسيا بمدرب حراس. ايوه. واليوم اللاعب هو السر. الاهلي صنع كروس، والاهلي صنع ليبوشا، والاتحاد صنع ديمتري. ديمتري هذه المباراه لها قصه ثانيه يا الشباب، هذه لها قصه ثانيه. النهائي حق اسيا ديمتري جاء الاهلي ما نجح. لا انت تتكلم على واحده مباراه، وهذه المباراه لها قصه اخرى مختلفة تماما عن انك انت تقول المدرب ولا اللاعب. اقول لك عشان ما تقول فكرة ابو عنان. تفضل ابو عنان. انا عصرته لما الاهلي تعاقدوا مع نيبوشا لما حقق كاس ولي العهد وكاس الامير فيصل وامام الاتحاد، والاتحاد في عز قوته قالوا له ما نبغى بطولات، نبغى تعد فريق. فيوريك انجوس اللي كان يقول له مدرب مغمور في اندونيسيا وصلنا نهاية كاس اسيا. طيب اللي تبغى تقوله ابو عنان البرتغالي كامبوس حق الشباب. لا فكرني بكامبوس الشباب صنعوا. فكرني بمدرب برتغالي اللي حققنا معاه كاس اسيا فنجان. ابو عنان اللي تبغى تقوله ابو عنان اليوم اللي بقول الكيانات الكبيره. أيوة. يعني انا ما اشوف دياز فشل في الاسيويه وفشل وكاد يضيع الدوري على الهلال يمكن يزعل من الاهلاويه وفشل امام اوراوا وخروج غير مبرر وغير مقنع نقطتين بدخل سمسره وكذا. انا حتى دياز لما طرح اسمه من ضمن الاختيارات الاهلاويه انا كنت من اشد المعارضين، لانه اذا انت عندك الخامه والعجينه واللاعبين الممتازين يشيل المدرب. فاليوم لما الاتحاد كان في محمد نور ولما لاعب مؤثر لاعب يصنع الفارق. فانا بقول لك يعني انا ضربت امثله كثيره على المنتخبات وعلى غيره وغيره، فنشيل من دماغ الاسطوانه انه مدرب حقق بطولات. اعتقد الهلال والانديه الكبيره هم صنعوا. حتى اضرب مثل اهلاوي، عمر السومه كان هداف الدوري الكويتي، اعتقد انتقاله للاهلي رفع يعني رفعه كاسم وكشعبيه وكجماهيريه. الاضواء على الدوري السعودي غير على الدوري الكويتي. خربين لما كان في الظفره الاماراتي، غير خربين اللي في الهلال رغم انه كسر عقد وجاب مبلغ كبير. فانا بقول لما كان خالد افهم من كلامك اتصال الخليفه